معنى كده ان الـ الـ الفورس بتعلى. الظاهر ان هو ايه الفيديو ايه خلاص تمام. في فيديو تاني عايز افرجكوا عليه بالنسبة للفورتكس شيدنج ايضا. ده حقيقي بقى. أنا هعلي الفيديو عشان خاطر الكلام كويس خالص. These vortices consist of a series of alternating low pressure zones which cause the cylindrical structure to vibrate. It is important to note that this vibration will occur perpendicular to the direction of the fluid flow. Tall structures such as stacks and chimneys can become quite sensitive to the effects of vortex shedding. وده برضه دي صور حقيقيه بسبب الفورتكس شيدنج. دي مدخنه الهايت بتاعها 90 متر والقطر بتاعها 4.5 والكريتيكال ويند سبيد كانت 15 متر في الثانيه. تعال نتفرج عليها وهي بتتبهدل من الفورتكس شيدنج. هنبص نلاقي عند الكريتيكال ويند سبيد هنشرح لكم ايه الكريتيكال ويند سبيد بالكتابه بعد كده. تبص تلاقي بتحصل ايه، بتحصل ان البتاع دي بتتمرجح وبيحصل ريسيبريكال لودز رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، والمسامير اللي موجوده تحت والقاعده عماله تتمرجح، عايزه البندنج مومنت بيعلى، المسامير عماله تتشد وعمالين يقرطوا عليها ومش قادرين. فطبعا ممكن اللي يحصل ايه، يحصل ان البتاع دي تتهد تقع. فشايفين المدخنة حاطين فيها شوية نور كده عشان يحسوا بالموضوع. كمان لما بيحصل مدخنتين مع بعض بنفوجئ ان ايه، ان المدخنتين بيفايبريتوا مع بعض. ايوه، بسبب ايه؟ بسبب واحدة فيهم جاية في سك، يعني الويك بتاع التانية بتاع فتبتدي المداخن تقرب من بعض. هنا عملوا تجربة، معلش هنستعرضها تاني، ان هو ازاي يسيطر على البتاع دي. هو عايز يقلل ارتباط، اول stop the video عشان خاطر ايه، هو عايز يقلل ارتباط يقلل ارتباط الفورتيسيز. اوبس ما تطلعش، ما تبقاش متوافقه مع بعض، فبيعمل فيها حلزون كده عشان خاطر ما يخليش في طول الارتباط بتاع انفصال الدوامات ما يخلوش كبير، فبيعمل حلزون كده، شريطة حلزونية. ودي احد الطرق الكويسة في تقليل طول الارتباط بتاع الفورتكس شيدنج. واضحة طبعا ان ان دي احسن. في حاجة تانية كويسة، ان هو بيحط تيوند ماس دامبرز في سقف او شراودز في السقف بتاع المدخنة، بيقلل الفايبريشن. ده الماس بتاعته عبارة عن حلقة مرتبطة بالراس بتاع البتاعة المدخنة بسبرينجز وكده. خلينا نشوف الحالة دي من غير
بعدين لما حطلها البتاع بص اتكتمت. لما حطلها تيوند ماس دامبرز اتكتمت. التيوند ماس دامبرز